مساء النور وأهلا وسهلا طبعا بأصدقائنا الكل ومتابعينا الكل اللي معنا. الليلة رحلتنا ستأخذنا مباشرة إلى سوريا مع نجم سوري استطاع نجمه يعني في السنوات الأخيرة. نحكيه على تجربته الفنية, نسمعه لايف معنا, نحكيه في برشا مواضيع تتعلق بحياته أيضا الفنية ومسيرته ومجموعة أيضا الأغاني وخاصة اللون اللي هو بيغنيه. نجمنا الليلة هو اسمه معهد الحسان, تتعرفوا عليه بإذن الله. وتحية طبعا أيضا للمجموعة اللي معاه وكل معجبين وكل الناس. احنا نزلنا فقط فيديو, شوف ما شاء الله يعني كم من متابعين. فرجاء شير يعني أول حاجة مشاركة للبث, ثاني حاجة لايك للصفحة واشتراك فيها حتى يصلكم جديد جديد وأهم أخبار نجمنا الليلة معهد الحسان. كل مرة أن ينزل حاجة جديدة تابعوها إن شاء الله عبر صفحتنا. هذا الليلة بهذا اللقاء الحصري نحكيه أيضا على الإنتاجات, نحكيه أهلا وسهلا ومساء النور. أهلا مجيد حبيبي, يا أهلا نور وسهلا فيك. نور أهلا وسهلا بوجودك. نورك مجيد حبيبي, تسلم. شكرا وسلم لي على المجموعة اللي معاك, سلم عليهم فردا فردا طبعا. تحياتي معي الأستاذ وائل الجابر الموسيقي. مساء النور, تحياتي زميلي ورفيق دربي الفن أستاذ وائل. تحياتي إليك ولكل متابعينك أستاذ مجيد وكل حبايبنا ومتابعينا اللي موجودين معنا على البث, تحياتي لهم. شكرا, الله يحييكم, منورين. معهد الحسان يعني أنا اكتشفت هذا الصوت يعني المدة الأخيرة, السنوات الأخيرة, برغم أنك أنت عندك سنوات من العطاء, سنوات أنك تغني, فمش كل يعرفك سوري أكيد يعرفوك, يعني الأغلبية الكل يعرفوك. فما أيضا برا اللي نحب نحكي شوية عن الإشعاع برا سوريا. ما عاد لاحظتك ايضا ان عندك اعادات لبعض الاغاني, حسيت بعض الاغاني ممكن اللي تكون ماشيه اكثر مع صوتك, ممكن تكون عندك عليها اكثر طلب. لاحظت ايضا تعمل لك لايف اغاني انت واللايف, يعني صحبه, حسيتكم صحبه جدا انت واللايف. هلا يعني موضوع اللايف هذا موضوع مهم, يعني بالايام اللي احنا موجودين فيها حاليا صارت السوشيال ميديا هي باب الوصول للفنان واي شخص يعني حاب يوصل الشيء اللي عنده من خلال السوشيال ميديا. يعني موضوع التي في وصفى موضوع يعني ما يوصل الصوت بشكل صحيح مثل هلا السوشيال ميديا, لانه اغلب الناس صار يعني تتعامل بالسوشيال ميديا وتتواصل عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل. ف انا يعني حسيت انه كان قبل الفنان بده يروح يسجل كاسيت وحتى ينزله على السوق لينتشر الكاسيت, هلا صار يعني الطريقه اسرع واسهل وابسط. يعني وبالنسبه لموضوع الاغاني القديمه اللي احنا الان نشتغلها, يعني انا وصديقي الاستاذ وائل في كثير اغاني جميله وصح يعني فيها كلمه حلوه وفيها لحن حلو, فهي الاغاني حرام يعني ما اخذت الشهرة اللي هي تستحقها أو وصول للناس يعني كما يجب. فإحنا حبينا نحييها وهي تناسب صوتي يعني, وأنا حسيتها لأنه أنا تربيت على هاي الأغاني وشئت عليها وتعلمت على هاي الأغاني, فحبيت أني أوصلها. ودائما أنا لما أشتغل أي أغنية قديمة بذكر صاحب الأغنية المطرب اللي غناها وأضيف أيضا الشاعر اللي كتبها والملحن اللي لحنها, حتى ما نتخص يعني حق المطرب وحق الشاعر والملحن اللي اشتغلها. نعم, خلينا أول حاجة تحية الأهل الرقة فردا فردا اللي موجودين بالرقة وخارج الرقة أيضا, تحياتنا لهم الكل لأن هي الموطن وهي الأصل وهي اللي جابت هذا الفنان وهذا الصوت. تحياتنا لهم رقويين الكل اللي يسمعوا فينا. خلينا نعطيهم الصحة. أيضا أنا بسمي أحيي كل أهالي مدينتي الحبيبة وأهلي وعزوتي, وراح أحكي بلهجتنا يعني ما راح حتى ممكن ما راح تفهم بعض الكلمات بس لا بأس يعني. لا بالعكس, تحياتي لكل أهل الرقة حبايبي وأهلي وعزوتي ورفعة راسي واللي ساندوني دائما يعني على مدار كل مسيرتي الفنية, دائما هم كانوا يعني يشجعوني ودائما كانوا يعني حتى مقاطع لي ينشروها على اليوتيوب وعن طريق مواقع التواصل. فأهل الرقة ناس طيبين,
ناس بسيطين جدا يعني يحبوا الخير، وفي عندهم تعاضد لا يوصف. يعني ما شاء الله. ما في، مو نقول عنصرية، ولكن أهل الرقة يحبوا بعض بشكل مو طبيعي، لأنهم على الغالب أبناء عشيرة واحدة. ممتاز، خلينا نسلم عليهم فردا فردا وبعدها ننطلق مباشرة في الغناء لايف الليلة، وتنطلق بعدها تمام مباشرة أيضا الأسئلة. تمام محمد تمام الوقاف شكرا، بهجت جندرس شكرا، أنس جميل، إبراهيم، حسين شاكر، مطربنا مساء النور، مسعود كراد شكرا مساء النور، حسن أبو قيس، علي الشيخ، ودعم كبير من علي الشيخ صديقك، يحيى العبد الله مساء النور، حسن محمد الدياب، عمار إسماعيل، أيهم الجابر، علي نايف الشلتوح، حسين شاكر شكرا، علي، حسن أبو قيس، أنور تركي الساير، حسين وادي، مجد الأحمد، حسن شكرا، محمود، هيلانا المصري مساء النور، هيلانا، حسن الخابور، قادر العزاوي، محمد علي، علي الحمود، عمار إسماعيل، محمد الفضلي، أميرة، هاي أميرة معالي الحسن، حياتي، أنسر يزن شكرا، قادر، إبراهيم يعطيك الصحة، وأحمد والرقة أيضا شكرا، عمار تحية ليك يا عمار، أهلا وسهلا، محي الدين، علي، أيسر يزن، أحمد بوزان، حسن شكرا، عمار يعطيك أيهم، كل ان شاء الله نسيت حتى واحد، انور تركي يعطيك الصحه، سالم الحلو اهلا وسهلا، صبري، صبري مساء النور، واهلا وسهلا، وجبنا لك طعم بالليله، تحياتي لك يا صبري، تحيه للناس الموجودين في هولندا ايضا الكل، ابو عبود الغالي تحيه ليك، ابو عبد الرحمن، شكرا ليك، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يعني، والله مساجاتهم حلوين، ثم أيضا عبود، نرجع لك عبود، فريد، شكرا، أحلى شباب، منور الفنان معهد الحسن، شكرا يا صديقي، مساجات جايينها تبعني تقريبا، عملوا شير، أحمد بوزان، أبو أثار، والله حلو أبو أثار اسمه، شكرا لكم، محمد الشيخ شكرا، معهد طلب خاص، اخذ عندك، استنى لحظه نرجع لك الطلب عادي، بما انه بعد التوقيت تقولوا على اسمه خلاص المنتجات، ايوه كل ابو تركي شكرا، في طلبات خاصه واغاني خاصه طالبينهم الكل، مازن شكرا، مستان شكرا، ومصطفى حسين، شكرا لكم، يلا شو رايك خلينا نبدوها، اعملوا شير، اول حاجه مشاركه للبث حتى مقابله معك توصل لكل العالم، انا شوف نسمع في صوتي مرتين على هذا، لانه بدون سماعات معك على هذا، ان شاء الله الصوت يكون احسن عندكم يعني لعند المتابعين، قاهر شكرا، لا لا، عمار شكرا، عبيده شكرا، نعم الصوت جيد جدا، وتحياتي لكل حبايبي اللي موجودين معانا. هاي الاسماء اللي تذكرها انت كلهم اعرفهم انا، وانا على تواصل مباشر معاهم يعني دائما، كل الاسماء اللي ذكرتها اعرف مين هو، وهم على واو الغالب اصدقائي اللي موجودين، ميزي. تحياتي لهم كل اهلنا واحبابنا بكل بقاع الارض، اللي موجودين بالغربه واللي موجودين داخل سوريا، تحياتي لهم كل نعم الشباب والله، الموجودين. تعرف الطلب اللي طالبينه قال لك يا اخوي اليوم ما تخلص البث الا ما تحيي اهل الرقه فردا فردا يا اخي. حي أهل الرقة وحي أهل الجزيرة السورية، الجزيرة العريقة بتراثها والعريقة بأصالتها وبشعبها الطيب، كل الجزيرة السورية. وأيضا نعم أحيي سوريا بشكل كامل، سوريا الحبيبة، بلدنا الحبيب، اللي إن شاء الله يا الله رب كله خير، تجتاز هاي المرحلة السوداء بحياتنا وننتقل أمين إلى الأفضل أمين والأجمل إن شاء الله. أمين، يلا شنو نسمع من عندك؟ اسمعوكم شي يعني؟ طبعا لله بالبيت الحرام بزمزم، بالله بالبيت الحرام بزمزم، وبكربلاء
واليوم الشهر محرم. لو أن لو أنني أسهر مع سارة ليلة، إذا كان موتي بعدها لن أندم. دمعي عليكم جرى، يلدمعكم ما جرى. دمعي عليكم جرى، يلدمعكم ما جرى. ريت الجرى ما جرى، ريت الجرى ما جرى. حيف النزل، حيف النزل، حيف النزل دمعنا. الله يسلمك والله يخليك. لا فعلا فعلا، يعطيك الصحة، الله يسلم هالصوت. فما موال وفما شخص طلبوا منك أكثر من مرة، محمد الشهاب طلب منك آخذ عندك قلبنا، موال، ذكرته الموال؟ شو هو؟ آخذ عندك قلبنا، خذ موال. عندك قلب. إيه أعطيه شوية، لأنه والله طلبوا أكثر من مرة، أعطيه شوية وبعدها طيب على صلى خاطره. الله عليه وسلم. محمد الشايب هذا خصيصا ليك يا محمد. يا ويلي أخذ عندك قلبنا وبيتهنا وكل من زاد روحي. أخذ عندك قلبنا وبيتهنا وكل من زاد روحي. وبيتهنا حبيبي حبيبي بنتهنا، حبيبي حبيب انتهلنا وبيتهلنا وبيتهلنا وعزم بيتنا جيتك علي. أوف 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 أوف
زماني علي أجر هردود ردي ونخيته وبالدمع مكسوف ردي ردني ردني طبيعتي يتمنى قصرت ردني أنا طبيعتي من قصرت ردني أو هسس لون وانقطع ندري وريت بنار فراقكم يا أحبابي وريت حلو وريت وريت مع الأيام هي تكرار وريت وريت يما خلص عمري خلص عمري عمري خلص عمري خلص عمري يما خلص عمري الزمن يما خلص عمري بتمني خلص عمري بالتمن وعسى وريت وريت وعكس كيش الأريد يصير حلو. الله يخليك محمد شهاب، تقريبا لبينا الطلب. شكرا لك ابو اثار، شكرا شكرا محمد، شكرا ابو عبادي، شكرا ابراهيم، ابو اثار تحياتي لك حبيبي، شكرا اصدقائنا الكل دون استثناء طبعا، مسجات وتعليق اللي كل كتبوها. الموجودين معنا، موجود معنا طبعا استاذ مجيد، موجود معنا الفنان والنجم الاستاذ لؤي الحسان، موجود معنا تحياتي ايه له تحياتنا حبيبي وسنور، اخي اهلا وسهلا. وعزيزي ابو اللول الغالي، تحياتي لك منورنا وكل الشباب الموجودين معانا فردا فردا، كل الاقارب وكل الاحبه وكل اهل الرقه الطيبين وكل اهل سوريا بكل بقاع الارض، تحياتي لهم. شكرا محمد الحويجة، شكرا، تحية لي. معد، خلينا نبدأ شوية، بدينا غناء حكينا وسلمنا على المجموعة الكل، نبدأ شوية ممكن خاصة المسيرة الفنية. حاليا عندك أغاني خاصة معد اللي كنت في اغاني كثير موجوده خاصه ولكن ما طبقناها استديو استاذ بسبب يعني تعرف انت المكان والظروف اللي احنا متواجدين فيها، ولكن قريبا ان شاء الله راح تشوف النور هاي الاعمال كلياتها، والاعمال يعني هي اعمال من اللهجه الفراتيه والملحنين والقائمين عليها الكتاب هم ابناء المنطقه، يعني في عمل كلمات الشاعر ماهر الحسن والحان وتوزيع الاستاذ والد جابر، وفي عملين نعم ايضا للاستاذ محمد الحسين الحان وتوزيع الاستاذ محمد الحسين وكلمات الشاعر العراقي فايد الدليمي، ان شاء الله قريبا هاي الاعمال راح تلاقي النور باذن الله تعالى. هذايا كسل منك أنت ولا من الوضع ولا كيف؟ أنا حتى الأعمال هذه ما تراش النور سابقا. والله صديقي لا لا مو كسل ابدا، انا جدا نشيط بهذا الموضوع، وعلى الغالب انا والاستاذ وائل يعني ثنائي متواجدين دائما ونشتغل ونلحن ونزت نلحن ونزت نلحن ونزت، عندنا مكتبه كبيره يعني من الحان ومن كلمات جاهزه، بس ولكن الظروف هي اللي ما كانت تساعدنا يعني حتى احنا يعني ننتج هاي الاعمال صراحه. نعم، نعرف أن أغلبية الفنانين هم ينتجوا على حسابهم الخاص، يعني الماديات على حسابهم الكل، معد نفس الشيء ولا هناك من يدعمك ماديا؟ والله صديقي للآن صراحة ما في دعم مادي من أي طرف أبدا، كل الشغل اللي نشتغله وكل التجهيزات اللي نحن يعني حاليا جهزنا نوعا ما استديو مصغر ولكن لسه ما كمل، يعني لسه في بعض الآلات بعض الأمور اللي تلزمنا يعني بهذا الاستديو كله من عملنا والخاص أنا والأستاذ وائل. يعني نعم، هالصوت الحلو من أين آت؟ هل هو يعني قل أنا وراثي العائلة عندكم، من صوته جميل في العائلة ولا كيف؟ هذا الصوت الجميل هو وراثة، هو هبة من الله أولا، نحمد طبعا الله على نعم هذه النعمة، ثانيا هو وراثة طبعا، احنا عائلة
عريقة بالفن، وهي تعتبر عائلتنا ليس كبرة يعني، ولكن احنا نعتبر من مؤسسين بعض الأطوار التراثية بالرقة يعني. جدي كان يغني، ووالدي بيغني، عندي أخوتي يغنون يعني، فعائلة فنية، كل أهل الرقة يعرفون الأمر هذا يعني. جميل جيد. عندك متابعين ما شاء الله من سوريا وأيضا من خارج سوريا، ومن حقهم أيضا يعرفوا أخبارك أول بأول. نعم فيديو كليبات، إلى حد الآن ما عملتش فيديو كليبات، ما عاد فقط اقتصرت على الفيديوهات العاديين هذوما. إعلاميا أيضا، يعني إعلاميا، لقاءات إذاعية، لقاءات تلفزيونية، أين ممكن أن نجد معهد الحسن؟ يعني وين راح نلاقيه؟ في أي تلفزيون؟ في أي إذاعة؟ طبعا هذا الموضوع ما نقدر يعني نجزم به في البدايه، ما الان ما اجتنا اي عروض واي اي شيء يعني، ما اجتنا اي، جتنا دعوات ولكن انا رفضتها بسبب موضوع الاحتكار، انه انا اعملك فنان وانتج لك والى اخره، ولكن ضمن شروط جدا قاسيه، فما وافقت على هذا الامر. انا رضيان عن الشيء اللي انا قدمته. موضوع الشهرة هذا موضوع أبحث عنه يعني، ما أقول لك أنا ما أبحث عن الشهرة، لا أبحث عن الشهرة، ولكن ما أسعى وراء الشهرة، أن يعني أخلي الشهرة أنا أعملها بأعمالي بفيديوهاتي بشغلي، هي تجي الشهرة. أما أنه أنا أبحث عن الشهرة بأغنية طقطوقة أو كلمات، للأسف يعني صار الفن في الزمن هذا جدا يعني للأسف كلمات دون المستوى، سامحني انقحت العبارة. يعني أنا أنوه على في أغنية سمعتها من يومين، كنت مع صديقي بيب طوط طوط ما ظل عشق مزبوط، ما بعرف شلون، شوف وين وصلت الرداء والانحدار بالفن، وللأسف يعني معضلة، مشكلة هذا كبيرة هو، يعني. حمد الشكر، شكرا ابو اثر. شوف، نوعية الاغاني اللي حاليا موجودة في السوق عندها، يعني عندها تأثيرها ايضا على المتقبل. انت ذكرت كلمة انه انتقاء الاغاني، خاصة الكلمات، مهم جدا. احيانا، سامحني، احيانا الفنان يقول لك انا والله ننتقي شهر، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهو عم ينتقي الأغنية، إلى حد الآن لم يجد الأغنية. هذا معقول، لا مقبول يعني؟ موجودة عندي، في عندي هلا في عندي كثير أغاني يعني جاهزة، راح أسمعك شوي صغيرة من أغنية يعني احنا مشتغلينها ولسه ما طيب، أنتجناها أي يعني، مقطع صغير من شو اسمه ضربة عمر. عملي جدا، عملي جدا. غلطة عمر نعشق صديق طالها كل تخون، طبع البشر ما ينحزن بالعشق بس يحجون، غلطة عمر نعشق صديق تاليها كلها تخون، طبع البشر ما ينحز بالعشق بس يحجون، ما ظل وفاء هذا الزمان، ضاع الوفاء هذا الزمان، تاليها كلها تخون، تاليها كلها تخون، تاليها كلها تخون، تاليها كلها تخون. ايوه، حلو. حبيبي الأغنية حلوة، الأغنية حلوة، فقط أنا تنتظر خايف أنها تنسى تكون الجمعية. موجودة في السوق، صح؟ في كثير أغاني، في أغنية كلماتها عادي عادي خلى يرحل، خلى يقلع شوكة كبيدة، عادي عادي خلى ينذل، عذر عندي ما يفيده، هاي أغاني يعني إن شاء الله قريبا إن شاء الله راح تلاقي. إن شاء الله. معد، كم من سنة حاليا عندك في المجال الفني تقريبا؟ يعني أنا
غنيت وانا صغير، تقريبا. ولكن كعمل بالمجال الفني بعد ما خلصت دراسه. انا خريج معهد قسم موسيقى. بعد تخرجي من المعهد بلشت فعليا اشتغل بمجال الموسيقى بال 2008، يعني من 11 سنه تقريبا. 2000 11 سنة. لحظة صديقي، من 11 سنة وإحنا في 2019 انطلقت مع مجموعة أيضا من الشباب الفنانين اليافعين، فنانين جداد، في فنانين وصلوا للنجومية وحققوا نجاحات كبيرة. معهد واقف على الأطلال ينتظر معهد ماذا؟ 8 سنوات، خلينا نكب هاي. ايه اعطيني، يعني انا احب نفهم يعني هالفترة هذه كلها، يعني في نجوم ما شاء الله بداية يعني حاليا هلا تولد. نحن، أنا مثلا كابن مدينة الرقة صار في لها وضع خاص يعني بسوريا. يعني نحن 8 سنوات بسوريا، كب هاي. أنا بالنسبة لحياتي خلاص 8 سنوات ما في شيء أبدا، يعني متوقف عن الفن، عن العمل، عن كل شيء. ما في شيء يعني 8 سنوات مشاكل. ما بدي يعني أغوص بالموضوع كثير وأتحدث بتفاصيل كثير يعني، ولكن 8 سنوات ظروف حرب. أنت وين بدك تتجه؟ أنت وين هذا بدك هو تشتغل؟ ساعات الظروف. كل والمشكلة بسوريا كل فترة زمنية قصيرة تجي جماعة يعني هي اللي تستلم المكان. للأسف يعني ف8 سنوات. احنا فعليا اذا بدنا نحكي فعليا انه عن مسيرة معهد من 11 سنة، يعني 3 سنوات انا اللي فعليا قدمت بها فقط لا غير، 3 سنوات وقدمت فيها وانا موجود ضمن ظروف قاسية، ابحث يعني عن الفرصة وابحث عن ان شاء الله انه الحظ يلعب دور كبير، وان شاء الله اسال الله انه يوفقنا يعني، ونحن يعني ماشيين باتجاه خطوة ان شاء الله كبيرة ان شاء الله تعالى. هلا يعني هذا هو صار في يعني متابعين ومحبين من كل بقاع الوطن العربي. يعني على الغالب انا الفيس جدا يعني ما عير الاهتمام، عير الاهتمام دائما الاكبر للانستغرام. عندي متابعين من كل الدول العربيه ومحبين يتواصلوا معي، من الخليج يتواصلوا معي، من المغرب العربي في ناس تتواصل معي، ايه الفن من عندكم. لبنان يتواصل معي، محبين من كل الوطن العربي. لليوم هذا ما ولا مصري يتواصل معي، يمكن لهجتنا هي غير مفهومه بالنسبه لاخواننا المصريين. ممكن لما لا. أبو العز يسلم عليك، أبو العز هو في ألمانيا، ويسلم عليك سلام خاص جدا. تحياتي لأبو العز وكل محمد حبايبنا اللي موجودين الكوراسي، معنا ومتابعينا، تحياتي لهم شكرا. وتحياتي لك أستاذ مجيد ولإذاعة تونس عايشك يا غالي، ولأهل ينورك تونس ينورك. الطيبين أحبابنا أهل تونس الراقين الشعب الراقي شكرا، المحترم، تحكي تحياتي براسك لكم. صديقي. يعيشك، يعني مع النجومية حلوة، الشهرة حلوة، زي ما قلت منذ قليل الواحد يحلم بالشهرة، فمش فنان على وجه الأرض لا طبعا يحلم بالشهرة. أيضا مع الإنتاجية، مع أنه يكون موجود ويحافظ أيضا على مكانته وعلى جمهوره، وعلى أيضا يعني عامة يقول لك كل فنان عنده مكانة خاصة به. فمع عبد الحسين أيضا عنده متابعين وعدد كبير موجود. معد أنت فاتح من الكمبيوتر وفاتح من الموبايل، صح البث؟ أي فحاول الصوت تعمل كتم صوت للكمبيوتر من بعد إذنك، لأن الصوت ما ختم يتعب. فأي علي الشيخ أيضا نسمع دخل حسن. حاضر يا سيدي، دخل حسن حاضر شكرا حاضر. أبو شكرا مازن شكرا محمد شكرا، غسان أحمد شكرا، شكرا للناس الكل. معد، في نية حبيبي. السفر أم السفر مؤجل؟ والله في نية كبيرة إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى، ولكن يعني لؤي الحسان أنت أكيد تعرف الفنان لؤي، نعم، نعم هو سابقا حتى يعني في علاقة بيناتكم، علاقة صداقة يعني. فلؤي أكيد عرض علي، طبعا عرض علي المشروع وإن شاء الله هو راح يتبناه وهو راح يكون المنتج له، يعني لؤي هذا أخوي لؤي. وفي تحياتنا لك. مشروع، في مشروع إن شاء الله يلاقي النور، مشروع هو كبير ولكن الشباب لازم يسعى انه مثلا يحقق هذا الشيء. انا حابب انه يكون عندي استديو اسمه فرات ميوزك،
هو لإنتاج أعمال منطقة الجزيرة. الشباب بمنطقة الجزيرة السورية، الفنانين والمطربين اللي موجودين بمنطقة الجزيرة السورية هم مظلومين إعلاميا، فأنا حاب أنشئ قناة أو شيء اسمه الفرات ميوزك، ينتج هاي الأعمال ويكون إنتاجها بحرفية كاملة، وتكون هاي الأعمال يعني ما بدي أقول لك أنا أحتكرها ضمن القناة، ولكن يعني أنا أنتج أعمال لكل الفنانين بمنطقة الجزيرة مجانا، أنا ما بدي شيء مقابل يعني من الفنان، بدي موضوع إنه هاي القناة هي تنشهر ويوصل اسمها يعني للعربية والعالمية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شو رأيك؟ أعطينا حاجة عن الرقة اللي لحتى نحيهم تحية غناء. أها للرقة حبيبتي، الرقة إيه طبعا وديدي حبيب طبعا، عيونك، الله يخليك، شكرا محمد سلام الشهر، شكرا عليك. إله محبين ومتابعين لنخبة البو كمان. هلا البو كمان، حاضر حاضر. خايف للعمر يضيع، خايف للعمر يضيع، وخوفي ما نوصل وطننا، خايف للعمر يضيع، وخوفي ما نوصل وطننا، خايف للعمر يقضي، وخاف ما نوصل وطننا، أو لو وصلنا هنا خايف نلقى ميتين أهل، عالرقة لمس العجل، سلام للغالي، سلام للغالي، بس الله وحده يعرف شنو الجرب حالي، شنو الجرب حالي، عالرقة لمس العجل، سلام للغالي، سلام للغالي، بس الله وحده يعرف شنو جرت حالي، شنو جرت حالي، من يوم ما سافرت مجروح دلالي، من يوم ما سافرت مجروح دلالي، مشتاق يا رقتي مار الصبر بيه، مشتاق يا رقتي ما ظل صبر بيها، فرات مشقد حلو والأحلى ويلاد، والأحلى ويلاد، الزيت حب ورديد من يوم ميلاده، من يوم بيد الكرم للعرب والكرم ما فاده، بيد الكرم للعرب والكرم ما فاده، والهم شليل ودرك الشربة الماية، كلها بشليل وبدرك بشربة الماية، هاي الو الأغنية من كلمات الأستاذ باسل الطاسان، هو شاب كيف من حالك؟ الرقة، تحياتي له الشاعر باسل الطاسان وألحاني هاي الأغنية. يعطيك الصحة، هذه الأهل الرقة طيب طبعا أنا بس تحياتنا لهم بدي للكل. أعمل شغلة صغيرة أستاذ مجيد، لأنه أنا نعم صراحة الخصوصية بالفيس
عاملها بس لحظة بس. نعم، خليني انا اسلم طبعا على اصدقائنا يحيى العبد الله. دردش مع الاستاذ وائل، دردش مع الاستاذ طبعا وائل. بدوري انا على راسي. اوجه تحيه كبيره للاستاذ نجيب يعيشك يا وائل، وللمشاهدين، لجميع مشاهدي يعيشك، قناه بلاكا، شكرا لك، الله حياكم ينورك، الله. اهلا وسهلا بيك، وان شاء وشرفني الله حضوري هالرفقه. معكم استاذ رجب. يعيشك، يعيشك يا وائل، يعيشك، اهلا وسهلا بيك، واحنا لنا الشرف اكيد ينورك. حبيبي يا ربي، والسلام عليكم برشا، ها ما شاء الله يحيى العبد الله ايضا اليوم. فنان يحيى شكرا عبد الله، لك يا تحياتي حسين له. بصوت عملاق، محافظ الرقة كافة بصوت عملاق من الفن والإبداع معهد الحسان، عن جد اسمع بصوته من كل قلبي. شكرا يحيى، يعطيك صحة عامل جبال، وموجود شكرا. معنا ايضا الاستاذ مجيد، موجود معنا العملاق الاستاذ الكبير استاذ فواز مجحم الحسن، هو ملحن ورجل هو ملحن الرجل نعم وموسيقي كبير بالرقه، ومن احد اعلام الموسيقى بالرقه، هو استاذي وهو عرابي بالفن، يعني انا يا اتفقت فنانين، على ايده. موجود معنا وتحياتي له، وشرفني وجوده معنا استاذي العزيز الله فواز ابو ينورك. ادم. فما أغنية أيضا من الأغاني اللي تريد تروح وتنسانا، هي أكثر أغنية ممكن طلبوها الأصدقاء الكل. تحية من ألمانيا، تحية من هولندا، من هاي إربيل، الأغنية من لها مين قصة غيرها؟ أستاذ مجيد، هاي الأغنية أي سيدي، أنا طالب تفضل. أعداد مدرسين بالموسيقى، فكانت آخر أيام الدراسة بالامتحانات، انتهينا من الامتحانات فجينا عملنا قصة في يعني هيك حفلة مصغرة أو وداعية، يعني زميلات وزملاء وأساتذتنا اللي كانوا موجودين. فهي الحفلة كان في أشخاص موجودين صوروا هذا المقطع، فغنيت أنا يومها أغنية تريد تروح وتنسانا، هي أغنية للفنان الكبير والعملاق الأستاذ أسعد الجابر الله يرحمه. أستاذ أسعد نعم الجابر من عمالقة الفن بسوريا، يعني رجل صاحب صوت جميل وممثل عملاق، يعني عضو نقابة الفنانين كان، يعني وكان من مؤسسين النقابة بالرقة. نعم فغنينا هاي الأغنية وأنا بعدها يعني نسيان الموضوع وماني حاط الموضوع أي أهمية. فبيوم من الأيام يجي أحد أصدقائي يقول لي في أغنية لك على اليوتيوب نازلة. ما كنا يعني بهذاك الوقت ما كنا اليوتيوب بنعرفه، يعني أو إنه في عندنا اطلاع يعني عليه واسع. فتفاجأت انه في لها مشاهدات، محققه مشاهدات كبيره، يعني المقطع نازل على 4 قنوات وكل قناه فيه 500 ألف مشاهده تقريبا. فكانت يعني فناس صارت الناس تتواصل معي، صارت الناس تحكي معي انت مو ابو اغنيه تريد تروح تنسانا، هي الاغنيه بزمن الاستاذ اسعد الجابر كانت اغنيه يعني كبيره، وغناها ايضا الياس كرم، هي من الحان الياس كرم وكلمات طلال ممكن كلمات تحياتي طلال الياس شنيد. كرم. لا الحان الياس كرم، في لقاء للياس كرم كلمات احساس مصيره، ايوه شعر من حفص والحان قاهر، مساء النور. الحان عبد الفتاح السكر. أي تحياتي لهم جميعا هذول العمالقه. فغنينا هاي الاغنيه وكانت احياء لهاي الاغنيه، وانتشرت على يعني غنوا مجال غنوا. واسع كبير في سوريا. فراح نغني لك شوي من هاي الأغنية. شكرا. أنا بعرف سوف اسمعني أفضل صوتك على مقام الدين. بس حاضر يا أنا حبيبي. كل يوم أروح وأرجو وانتظر موعدنا، مثل الحمام وغصن والزمن بعدنا، زهرة ونسمة عشيق
وبكل كتر صرنا بس ليش بس ليش بس ليش بس ليش يا منيتي بس ليش يا منيتي تتبعد وتنسى وتريد تروح تنسانا تروح القلب وجعانا تريد تروح تنسانا تروح القلب وجعانا تتركنا بنص الماي قطرة ماي عطشانا تتركنا بنص الماي قطرة ماي عطشانا تريد تروح تنسانا تريد تروح تنسانا الله يعطيكم حبيبي استاذ الصحة وليد، وائل ومعد، وغير يعطيكم ألف الخصوصية صحة. في الفيسبوك، انا عامل الخصوصية خاصة بس بالاصدقاء، فلهالسبب الشباب ما عم يقدروا تحياتنا يعني. ليهم، تحياتنا. محمد أمين السمري، تحياتي يا محمد أمين السمري، تحية ليك وحامد وعلي السيخ، تحية من أهل القامسلي ليكم. شكرا فهد عبد الحميد، شكرا لمار الجابر، شكرا لمار فهد محمد وجان محمد الحويجة، اطلب منه من فوق جسر الرقة. وشكرا محمد الحويجة زميلي كان بالمعهد موجود معانا، وتحياتي تحياتنا لي. ليه محمد، تحية كبيرة لي إلى الزميل موال على مقام الدشت بصوت الفنان الراقي معهد، هذا قاهر أكثر مرة يطلب. شكرا تكرم عينك حبيبي، زميلك مقام الدشت تكرم حبيبي. لو بشوفوا الطلبات ما شاء الله، يعني طلبات الكل من الأصدقاء. خلينا نمر مجموعة الأسئلة اللي عندنا معا حتى نقرب الصورة أكثر. ضياء العلي شكرا، عماد شكرا، وأحمد الحسن شكرا يا أحمد، تحية ليك من أحمد القلب يا أخوي أحمد. موجود، تحياتي له أيوه حبيب حميد. ربي يحميك. وتحياتي أيضا للشاعر العملاق الأستاذ علي الحسان، عمي وربيبي وصديقي لؤي، العزيز أبو رحمة. لؤي حسن مساء النور، محمد أبو أحمد وأحمد الملا مساء النور،
شكرا ليك وعلي الشيخ. والله علي بيحبك هذا ما شاء الله، يعشق حاجة اسمها الصوت مع عادل حسان. وفيما أيضا أصدقائنا قال إنه بالسيارة الأغاني اللي موجودين بالسيارة كلهم أغاني بصوت مع عادل حسان. معهد جاهز معنا؟ حبيبي أنا جاهز، بس عدت الخصوصية بس بالفيس. تمام، ركز أنا معانا. بالعادة دائما يعني أعمل بث من البيت، صفحة البيت، بس لما أطلع جيست يمكن أعتقد ما يصير إلا خلال لا لا حساب فيك تطلع الفيسبوك. من البيج، لا فيك تطلع من البيج، اعمل شير علينا، اعمل مشاركة للبث على البيج وكذا عادي، يعني انت البث ليك وعامل لهم مشاركة عندك حتى يطلعوا العالم كلهم عندك. بالعكس ضروري جدا، إضافة إلى يحيى إن شاء الله نشوفك نجم من نجوم سوريا معهد الغالي فايز العمر أبو غزل. تحياتي لكم محمد الحويجة من فوق جسر الرقة. والله طلبتها يا صديقي أكثر من مرة، يعني خالد النبهان مساء النور، مصطفى الأفندي يلا بكره إبراهيم، نتفرج وخلك، ها معهد الحسن شكرا، بكره نتفرج. أهلا وسهلا عبد الفتاح عيسى المبروك، عمار إسماعيل، يعني أصدقائنا إن شاء الله ما نستثني حتى شخص أحمد الملا. تحياتي وتحياتي لك أنت أيضا يا أحمد الملا، شكرا أحمد الشيخ كل الرقاوي، أي تحياتي ليهم. عبيدة تركي أهلا وسهلا، فادي محمد مساء النور أخي، وأحمد شباب يسيدي ان شاء الله مشاركات من شباب الرقعة الكل تاركو. علي نايف تلتوح شكرا ليك، ساري صالح ابو ركان يعطيك الصحة يا ساري، شكرا لاخي. اصدقائنا الكل رجب عبود والكل، مروا الاسئلة جاهز معد ولا مزلت جاهز للاسئلة؟ عمار أنا اسماعيل جاهز للأسئلة طبعا أكيد، بس اي الاسئلة لازمها تركيز صديقي تمام معك، يلا جاهز. وخلينا نسمع أغنية من عندنا من الاستوديو من بعد إذنك، يعني حتى تمام يمشي يلا ال يلا يلا أوكي. يعني آزر نسمع حاجة من عندنا من الاستوديو. أعطينا حاجة من عندك يلا. جاهز معنا؟ تمام أنا جاهز. معك معك يا شكرا آزر، شكرا تحية لك. معد يعني في الجو خاصة الفني، أنا احنا عامة هناك برامج تدعم الفنانين والكل، هل لأنه هذه البرامج تستهويك أم لا؟ منها ذا فويس، عرب ايدول وغيرها، تستهويك هذه البرامج؟ طبعا اكيد تستهويني هذه البرامج، ذا فويس والعرب ايدول، كثير نجوم من الوطن العربي يعني صعدوا من خلال هذه البرامج، يعني وصلوا لشهرة ممتازة جدا، يعني برامج رائعة جدا، واتمنى يعني اني اشارك بهذه البرامج، ولكن الفرصة ما تسمح لحالي، يعني ما نعم الفرصة ما عم تجي. نعم بالنسبة لك أنت يعني كبداية بديت تقريبا من 11 سنة إلى يومنا هذا، ممكن ظروف الغياب حتى اليسر وظروف الإنتاج وغيرها أحكينا فيها، لكن أيضا مع هذايا الغياب المنتجين على مستوى الوطن العربي ليس لمعهد الحسان فقط لكن لأغلب النجوم العرب، أنه صار المنتج غائب، يعني كل فنان هو ينتج على حسابه الخاص. لهنا ممكن نحكي، انت حكيت على استوديو جديد، استوديو لكم ان شاء الله باش تلقي الاعمال هذه الكل، إن شاء الله يا رب، إن قررتم شاء الله. امتى راح تنزل الاعمال هذه؟ بعد العيد، بعد العيد الكبير، العيد الصغير، امتى بالضبط؟ بالصيف، بعد الصيف، امتى؟ أنا كانت أمنيتي إنه على عيد رمضان، يعني إنه إحنا ننتج هاي الأعمال، ولكن يعني نقصتنا بعض الأمور فما استطعنا إنه إحنا ننجز هذا العمل. بس إن شاء الله نوعد المتابعين والمحبين وكل الجمهور، المفروض لازم على عيد الكبير إن شاء الله، عيد الأضحى المبارك، لازم يكون في شيء جديد يعني ننزله، ونسعى لهذا الأمر باعتبار وجدنا المنتج يعني موجود، هو اللي هو الفنان الأستاذ وائل حسان، هو اللي تكفل بالأمر هذا بإنتاج هذه الأعمال، يعني هو نعم تكفل بيها.
فاجتزنا خطوه كبيره يعني باعتبار صار في منتج. سابقا كانت الاعمال في منتج، في ناس يعني عرابين كانوا موجودين بيسمعوا صوت الفنان، بيتبنوا الفنان، بينتجوا له كل الاعمال، وفي يعني فائده ماديه للطرفين. ولكن بهذا الوقت صارت كل الاعمال من خلال الانتاج الفردي، يعني المطربين هم بينتجوا اعمالهم. يعني فينا نقول ظل كم يعني روتانا هي الان الوحيده اللي موجوده على الساحه العربيه للان، هي تنتج اعمال للفنانين على حسابها. ما اذكر نعم اي شركه انتاج ثانيه، يعني ممكن بعض شركات الانتاج الكبيره وحصرا هي تنتج لمطرب او نجم، يعني صارت كلها قليلة. يعني ساحه جماهيريه كبيره، حتى يعني موضوع ربحي صفى لا اكثر. نعم عز الدين البشير يسأل عندي سؤال: لماذا معد الحسان صاحب الصوت الجميل لا ينشط كما ينبغي على السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي عامة؟ لماذا؟ تمام. بهي الفترة صرنا ننشط كما يجب يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت في ظروف ما في انترنت، ما في اتصالات، ما كنا نستطيع ان يعني احنا نبث مباشرة ونتواصل مع العالم بشكل مستمر. يعني بهي الفترة يعني نوعا ما انا مقصر هذا الجانب، ولكن في عندي يعني سياسة حلوة يعني اعتبرها صح. انا ممكن الناس تعارضني بها، ولكن راح اقول لكم شنو هي. بالنسبه لموضوع تسويق الفنان او لمحبين معهد الحسان، اذا اليوم انا كل يوم بدي افتح بث مباشر، من كل أهل يوم افتح بث الجزيرة، مباشر، أهل الجزيرة الكل. كل محبين معهد الحسان، اهل الجزيره، سوريا، بالوطن العربي كله، اللي كل يوم بدي افتح بث مباشر، بدي افتح بث مباشر، فهذا الموضوع راح يصفي. يعني كيف بدي اقول لك، انه راح يصفي ممل بالنسبه للمتلقي. انا هيك برايي، هذا رايي الشخصي طبعا. انا بحب الناس تشتاق لي، يعني اليوم انا مثلا مجيد حداد صديقي، انا بحب مجيد يشتاق لي، بطلع عليه كل شهر مره، بيكون اللقاء غير، المشاعر بتكون غير. فهمت علي. الاكثار من اي حاجه، حتى الاكل، حتى الاكل تكثر منه، تمام تكثر من تمام الاكل نفس الشيء، نفس الشيء. يعني لا تكثر منه كل حاجه بحقها، فما حاجه جديده تستاهل انك تطلع للجمهور يعني فاجباري انك راح تطلع. هذه امور منطقيه وامور مدروسه ايضا للفنان. مرحبا فهذا كلمه هو، حمد. يعني انه احب الناس تشتاق لي، احب اظهر بشكل خجول، يعني كل شهر مثلا ممكن انا اعمل بث على الفيس او على الانستغرام. سؤال من فوق جسر الرقة، بالله خايفينك تنساها لأن الشباب كلهم قالوا لي ذكروا طيب خاطر المتعة. أعطيه. مباشرة طبعا في هذا اللقاء المباشر مع النجم السوري معهد الحسين، وتحية للناس الكل. حسن تحية ليك، وحسن أيضا عبد الحسين، للناس الكل، عبد القادر محمد نور وعلي ويوسف سامي عمر إبراهيم جاسم محمد أوزان الشيخ أبو الحسن العزيزي محمد الحليم عمار الرسام محمود سمرة وأي الخلف إبراهيم مسلم الدحويجة العفو اسمع مستمتع أمير بوب كان من فوق جسر الرقة معلومة اللون يمشي الفعل يسمر اللون من فوق جسر الرقة علونا النور يمشي الغالي بوعده يسمر النور أنا وأنت يا الغالي علونا النور أنا وأنت يا الغالي علونا النور تمام كف الطراد يسمر النور كريم كف الطراد ويسمر النور. من فوق جسر الرقة
لوح علي بدور من فوق جسم الرقاق، لوح علي بدور مقدر ارد السلام، خاف يقولون كريتهم مقدر ارد السلام، خاف يقولون كريتهم من فوق جسم الرقاق، علوم اللون يتشغل بهواده يسمع اللون، أنا وأنت يا ماجد علوم اللون، أنا وأنت يا ماجد علوم اللون، أمتان قلب الطراده يسمع اللون، أنا قلب الطراده يسمع اللون. ايوه يا عيني يا صح، هذا الصح يا اخوي، هيك تخلي الواحد يكيف ويروح يعمل جو يعني خاص، هم يحبوا هذا اللون، يحبوا هالاشياء. ممكن الناس هذوما تعلقوا بالاغنيه هذه، كل واحد ممكن عنده معها ذكرى طبعا عامل اكيد، عليها هاي الاغاني من مفهوم. الموروث الشعبي يعني في الرقه، يعني تعتبر هو دائما الموروث الشعبي هذا يظل مستمر على عبر التاريخ، يظل مستمر ابدا، الناس ما تمل منه، الناس دائما تغنيه بتحبه، ممكن يتغنى بالوان جديده، يتغنى بنغمات جديده، بايقاعات جديده، بمقامات جديده، ولكن يظل محافظ على اصالته، ويظل محافظ على امكانياته العاليه. التراث هو أبو أي الفن. نعم، به جيد يا سيدي أبو يعرب، وشكرا لك يا مدير، لك سلام من أسود الدير وللفنان معد، شكرا ولأهل الدير كلهم، تحياتي كل سلام أهل دير خاص من الزور. قلبي. الله ينعم. ريكان شكرا لك، محمد الفراتي شكرا، أحمد الشيخ شكرا، إسماعيل مصطفى العجور، خلف الحميد، والناس إبراهيم عساف، تعيش 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 تعيش، ماهر محمد تحية ليك، وحسن أبو حسان حبيبي هات أحن، والله ما أحيانا يكتبوا لي حتى أفهم أكثر، معد صديق الزمن الجميل، ومحب للمحب للحياة، ومحب أيضا للفن الرائع. أنا لو تعطيني بعد شوية، مش حاليا، بعد شوية تعطيني زي هذه نفس اللون هذه لأغنية على من فوق جسر الرقة، حبيت الأغنية وحبيت لونها طيب عامة. راح اسمعك، راح اسمعك أي لون ثاني. انا بياض اليوم الوان الوان، سيدي صالح ابو تمام. ركان، شكرا محمود سمرة، تحياتي لك ابو مطعم الميداني، اهلا وسهلا محمد، شكرا مهر محمد جبرائيل، تحيه لي ياسر، محمود الشيخ، اهلا وسهلا محمود، يعني احلى شيء الفنان تري بكري، فكسر سنه من شويه، عمار الرسام، نور عمار، نجمه ناس محمود، عجبتني والله عجبتني فعلا، محمود شكرا جميل، مع السلامة محمود، والله انت اللي منور يا محمود، شكرا. يا الله يا الله حزين الدار، اللي يا الله حزين الدار، والدل علي هموم كرام وينشد الخاطر، يا الله علي هموم عليهم عليهم. يا با اللي يا با حزين الدار، حزين الدار والدلع عليهم كرام وينشد الخاطر، عليهم عليهم دشيل هموم يا قلبي، دشيل هموم هموم يا قلبي عليهم.
وجدد حزن كل زاير سلام. الايام اهلي الايام اهلي يمل المراتب والدواوين وعلى روس العدن صبوا دواوين. يابا دواوين اللي يابا عذاب عذاب اللي يابا حسافة باللحود حسافة باللحود اي والله دودة حسافة باللحود اهل الدواوي ويا حسرتي صار مجول تروي. ويا الغربي لرسل لك وسلام غالي الغالي رميت حرضي يمهوم وما دحقت للتالي. ويا الغربي لرسل لك وسلام غالي الغالي رميت حظي يمهم وما دحقت للتالي. جنني 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 هوى الشبان جنني 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 هوى الشبان. ما قلت لك يا يمه وعلى الراحة عينيني ما قلت لك يا يمه وعلى الراحة عينيني ما ادري الراحة ثقيله وما ادري العيش قرانيني ما ادري الراحة ثقيله وما ادري العيش قرانيني. وجنني جنني جنني اول شبان. يا شوق روح وروح حول تتعوق علينا يا ولفي روح وروح حول تتعوق علينا. احنا الوينين استنى الوين سهر مدينا احنا نشوفك نستنى الوين سهر مدينا. جنني 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 هوى السكر ابكي واهلك دمعي يوم حالي كل صاير أمشي وألف دمعي يوم حالي يقول لي صاير. يا علي قلبك طيبي وترمى الحمام الطاير يا علي قلبك طيبي وترمى الحمام الطاير. جنني جنني هوى تونس جنني جنني هوى الشبان. ايوه حياتي جميل وجميلة هي الكلمات وشكرا لمحمد. قال لي محمد قال لي تفهم الكلمات اكيد مفهومة الكلمات واضحة يعني جلية جدا الكلمات 100%. شكرا يعطيك الصحة يكون لا لا نفهم يعطيك الصحة محمد الحويزة شكرا وفهد شكرا ترميل حمام الطائر شكرا لك علي عيسى تحية للفنان معاذ الحسن من برلين ألمانيا الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله وترجع سوريا. يعني نقول أنا من حق الشعب السوري وين ما كان من حقه إنه يفرح. يعني صار وقت إنه يفرح بعد هالفترة هذه الكل وإن شاء الله إن شاء الله ربي يرجع الأفراح ويرجع الهدوء والأمن والسلام وراحة البال قبل كل شيء آمين. وما عاد نشوفه في حفلة كبيرة 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 كبيرة
ألف ان شاء الله مبروك بالرقم ان شاء الله. وبالملعب البلدي بالنقطة ان شاء الله. ان شاء يا الله رب امين امين يا رب، عند الله مو بعيد يعني، كل شيء ممكن باذن الله. ديما شكرا، عمار شكرا، وعمار يعطيك الصحة من العاصمة دمشق، تحية لكم. شكرا لي، خلينا على هذا اللون. اخوي علي الشيخ يا ريت، انا ها كله بايده هو، انا بايدي الاسئله وهو بايده الغناء يعني. ميلاد شكرا لؤي، شكرا. ان شاء الله على مسرح قرطاج ان شاء الله باذن الله. الواحد يعني يستاهل، وصوته حلو ويستاهل كل خير. ابو الحسن العجيلي شكرا، الله كريم، وربي طبعا يعطينا ان شاء الله الصحه والهنا لينا وليكم، المعهد ووائل وكل الاصدقاء ان شاء الله باذن الله. خلينا شويه اسئله استراحه، بعد نرجع ان شاء الله غناء مجموعه من الاسئله. وخليل محمد، تحيه للجميع من النرويج، شكرا. تحيه من ادلب الى معهد الحسان، شكرا لاهالي ادلب ايضا. من اسطنبول تحيه ليكم، شكرا ليك صديقي من اسطنبول، خلينا نقول ميلاد. شكرا صديقنا محمود سمره، شكرا يا محمود. احمد علوش شكرا. فهد تحياتي لكم من شتوتغارت المانيا، شكرا. اها شكرا، الاغنيه حلوه، انا عجبتني. فم واحد كتب اغنيه، خليها من بعد هذه. عدنان العلي وحسام وابو يعرب والناس الكل. محمد معد حسان بدنيك بيبي فويس، ان شاء الله تشوفوه على شان يعني سهل سهل. تحيه لكم من اهل القامشلو، قامشلي تحيه لهم الكل. معد، خلينا نرجع شوي لاسئلتنا من لبنان. حبيبي سيدي شكرا ليك ابو الحسن، ولبنان والسوريين واللبنانيين ايضا اللي موجودين في لبنان. تحياتنا لمؤيد احمد تحياتي الكردي شكرا من لبنان ايضا، وخالد الخميس وميلاد به. ما كل ما نجي نسال يجي. فهمت القصه تقريبا. معد، يعني الإنسان يمر بلحظات حلوة ولحظات مرة، وبعيد الشر عليك من اللحظات المرة. كنا قاسيين، أي إنسان على وجه الأرض هذه أحيانا يمر بظروف صعبة. نعرف أنه ممكن حتى رحيل الإخوة، خاصة اللي كان بحرب العراق وقتها، رحيل إخوته في الاثنين كان عنده أثر أيضا سلبي لفترة معينة، وظليت تقريبا سنوات متأثر به تأثر كبير. الله يرحمه وإن شاء الله لا، شفنا مو حرب عنه العراق استاذ كثير. مجيد، الحرب اللي صارت بسوريا هو احنا فقدنا الاخوه. سوريا، بسوريا، سامحني، سوريا. ما انتم يا سيدي الكريم، هو الحدود قريبة جدا، العراق اللهجه قريبة ايضا تماما، هو واليافا احنا والعقصة هي بين سوريا. امتداد، يعني اللهجه امتداد للثقافه واللهجه والعادات والتقاليد، حتى الرابط العشائري يعني والعرقي يعني. جدا قرابة فما بيناتكم. نعم هم الله يرحمهم، فهم هم شهداء عند ربي أكيد، وفي فراديس جنانه بإذن الله يا رب العالمين. نعرف علاقتك، ونعرف علاقتك بيهم، ونعرف القصة أنا كاملة، يعني القصة من بين إخواتك الاثنين تقريبا وصلتني القصة كاملة. شوف تعلقك بيهم وحياتك وغيابهم حاليا أثر عليك سلبا لفترة معينة. أنا من شوي ما حبيتش نسألك ليش معد الحسن غايب، ليش ما في إنتاج وكذا، لكن تعمدت إني نسألك، تعمدت. نعرف الظروف، الأمور حتى النفسية اللي مريت بها، لكن سبحان الله يعني في نهاية الأمر أنت فنان، لست ملك نفسك، أو سامحني يعني بين ظفرين حتى ولو مرة نقولها تماما لك، أنت لست ملك عائلتك أو ملك نفسك، أنت ملك الجمهور، ملك الناس. يوم ما اخترت أنك تكون فنان وطلعت للناس وغنيت، فأنت ملك لهم. مروا بظروف، مروا بأقصى اللحظات، مروا، إحنا زي موج البحر، يعني الفنانين عامة زي موج البحر، مرة فوق مرة تحت، لا يستقر، أحيانا تماما يستقر، يعني كله فم استقرار أحيانا. فما تماما استقرار، تماما لكن هذا الجمهور ممكن يقول لك انا اعطيني معد، اعطيني صوت معد، اني نسمع صوت معد يا اخوي انا الناس. كيف حبيبي. شوف استاذ مجيد، الفنان إلها الناس إلها الظاهر منه، يعني الفنان ايا كان، هو الموسيقي او الممثل او الى اخره، اي شخص يعني الفنان الناس إلها الظاهر منه، هو كيف يطلع على السوشيال ميديا، كيف شكله او كيف تصرفاته، اما بحياته وبخصوصياته الناس ما عندها اطلاع. فأنا عديت فترة قاسية جدا، يعني أنا يعني ما أحب أتطرق لهذا الموضوع كثير، لأنه
يعني بصراحة داخلي بيأذيني، ولكن أثرت يعني بوفاة أخوتي اثنين، وكانت مرحلة يعني حياتي سودة جدا. يعني انعزلت عن الناس وبركت بالبيت، يعني حتى خلاص ما عاد بدي أعمل أي شيء، خلاص بس أظل بارك بالبيت، لحتى ما شوي الزمن والأهل ساعدوني شوي حتى أطلع من هاي الحالة يعني اللي أنا كنت عايش فيها. شوف، العائلة أحيانا تلعب دور مهم جدا حتى تطلع من الحالة اللي أنت فيها، والناس، نعرف الناس المقربين وأصحابك، ما كان شاء الله عندك ناس طيبين. هم الشخصين اللي كانوا دائما مصرين، يعني هم لؤي اخوي وعمي علي، هذول الاشخاص اللي كانوا على تواصل الله معي يخليك. باستمرار، انه يلا ولا تضل هيك واعمل هيك وسوي هيك وخلص بكفي وما بعرف ايش، يعني كان في لهم مسانده كبيره يعني، بالاضافه لزوجتي يعني ايضا لها دور كبير، يعني هي اخرجتني من هذا الجو اللي انا كنت عايشه، يعني الحزن وجو الكآبة ما اختلط مع الناس ولا أبدا. الحمد لله تجاوزنا المرحلة، والله يرحم اللي مات ويغفر لهم يا رب، يكونوا شهداء عند ربي إن شاء الله. الله يرحم، يا رب يا رب. المهم، أنت محترم بأخلاقك وإحساسك وفنك، والجزيرة كلها تسلم بتحبك كما حبيبي، قال علي. لؤي، شكرا يا لؤي. مهيار درويش، شكرا محمود. أغنية الله علي يخون، علي يخون تقريبا هكا. الله علي يخون، هذا موال من يعني طور من الاطوار الشعبيه اللي هم يقولوا له السويحلي، من شوي غنينا احنا هذا الطور، بس هاي كلمات يعني من السويحلي ان شاء الله. ان شاء الله إن شاء الله، بإذن الله. احنا إن شاء الله ما زالوا عندنا تقريبا، عندنا الحق في أغنيتين فقط وينتهي هذا اللقاء. ما زال عندنا الحق في أغنيتين، ولكن الاختيار من تمام. بعض. خليني أنا بس نرجع شوية أيضا، نعطي لكل ذي حق حقه. فمش كل يحكي أيضا على ذي فويس، برنامج يستهويه، قال يستهويني لما لا البرنامج، لأنه أيضا صناعة النجوم في وقتنا هذايا. معهد الحسن هو عنده عائلة، يعني حتى اللي سأل عنده عائلة، ربي فضلهم وربي خليهم، هم أيضا داعم أساسي ورئيسي لمعهد الحسن يتوبوا فيه. معهد من الشباب اليافع والطموح الذي لا يرضيه أي شيء، سبحان الله. عنيد عنيد محب. نعطيك أنا ما استخلصت إليه يعني من المقربين. مقربين سألنا، عملنا بحث عميق جدا 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 على معهد الحسنان. قال لك يا سيدي، متسامح جدا، طيب، معاشر، يعني يحب العشرة ويحب الناس ويفوت معاهم والعلاقات والتواصل، التواصل الحلو مع الناس الراقية والكل. معهد، والحمد لله كله، ما عندوش عهدوات، الشيء الجميل اللي يحسب لي هو معهد بسيط جدا، غير يعني غير متكلف بلهجتنا ان صحت. معهد، شوفوا، ممكن نظروا لقدامك، لكن هو نظره لبعيد، شوف اشياء بعيده بعيده بعيده. ان شاء الله بالعمل وبالتواصل وبالاراده حبيبي الله الجميله ان شاء الله يسلمك، توصل، تحقق اللي انت تتمناه باذن الله، وطموحات الكبيره هذه كلها تكون منجزه على ارض الواقع باذن الله. إن شاء الله إن شاء الله معهد، صح، ان رجليك بالارض لكن راسك بالسماء، ما شاء الله، يعني حلق حبيبي. كما شاء. عايشك طبعا يمكن عايشك يا معهد. الشباب اللي معنا المتابعين ما يعرف انه في علاقه اخوه وصداقه بيني وبين الاستاذ نجيب، تواصل صار لنا زمان راسي يعني لا على باس به راسي، نتواصل مع بعض، ونتواصل بشكل مستمر، وفي يعني في عايشك. اريحيه بالحديث بيناتنا، ما في هي الاتيكيت او الحواجز ابدا لا لا ابدا لا لا، ما عندنا الحديث تكلفة ابدا. أبدا. فاستاذ مجيد هو الله، يعني اعلم يعني بوضعي وكذا، انا هو صديق عزيز علي واتشرف بصداقته. الله يخليك. وأنا أيضا أتشرف بإنسان مثلك أنت، وفنان عنده هذا الحس وعنده هذا الرقي أيضا في شخصك حبيبي الكريم. إنسان حبيبي الله متواضع، يسلمك، معهد الحسان ترفع له القبعة. هذا أبو الحسن اللهجيلي، شكرا لي. أبو يعرب تريد تروح وتنسى، والله سبب نجاحه. نعم، محمد أبو أبيش، أنا حدا مشغل البث، أنا أتفلي. انا نفس الكلمه قلتها يا محمد، قلت انه البث مشتغل مرتين عنده على هذا الصوت. صح كلامك، صح. علي لا الشيخ هل انا عندي الحمد هون ما لله، في، انا مطفي اللابتوب عم اشتغل من الموبايل بس ابدا ما ما حدا لنا مثل مشغل. ما السماعات، مثل ما السماعات، لو كانوا عندك سماعات شوف الصوت يطلع
احسن من الاستوديو، طيب كانك طيب باستوديو حاليا. راح نجرب السماعة، راح نجرب السماعة. جرب واعطيني رايك يا استاذ قيصر الاحلام. شكرا لؤي الخلف، الله يخليك يا لؤي، شكرا على كلامك. اسماعيل مصطفى العجوز، شكرا، يعطيكم الصحه واللايكات. اما فقط طلب لايك للصفحه، اعملوا مشاركه واعملوا اعجاب للصفحه هي الخاصه بي انا، واعملوا مشاركه من بعد اذنكم، اعملوا لنا لايك للصفحه من بعد اذنكم ومشاركة يعني حتى أي حاجة نعملوها بالصفحة توصلكم أول بأول. شكرا لؤي، شكرا قاهر. يلا ايه استاذ يا مجيد، أستاذ، هلا انا حطينا صوت السماعات، الصوت. بس اذا حطينا السماعات ما نقدر نثبت لا صوت، لا الموبايل، خليه معلش فبدنا خليه نضطر. بإيدك، خليه بإيدك عادي جدا، خليه ورائع. وشوف تمام الصوت عزيزي، ما أحلاه تمام حاليا، صوت ما أحلاه حبيبي استاذ يا مجيد، سيدي تحياتي لك. يا سيدي. وخلينا وائل يعزف، ما سالش حتى ولو يغيب العود شوية، خلي وائل ايه هو تمام، يعزف هذا وزاد وائل عنا حتى موجود. اغنيتين. وسلم تحياتي على الجماعة تحياتي كلهم، لكم سلم عليهم. للجميع، طبعا انا ما اسمع لكن عايز الله يسامحكم. تفضل يا عادي، استاذ. لا نحن طبعا لصوتنا، الصوت لازم يكون جيد بصراحة ولازمنا. بي شنو هو نسمعه توا حاليا؟ شنو تقترحوا علينا من عندكم؟ ما زالوا عندنا الحق في اغنيتين. تمام، يلا راح نسمعكم أغنية. يعني شو نسمع؟ على طلب الجمهور. طيب يلا، طلب الجمهور، متابعين أحبابنا. نسوي موال عليه. طيب شو شاب طالب مقام ديش؟ راح نشتغل مقام اللي ديش مقام شوي الدش صغيرة. تمام 20,000 مساج يا قاهر من عيوني، وهو قال لك يا أوكي حاضر يا يا حاضر يا يا سيدي بأمرك. شكرا قاهر صيوم، طبعا هو فنان مرحبا. من السلمية، مدينة السلمية بحمص. سلامية تحياتي طبعا إله. طبعا، تحية للسلمية. سليمان محمود الخضر، نورت معد عملاق الطرب، يسعد أوقاتكم. شكرا يا سليمان عبد العظيم، شكرا للتويتات لي أحمد الشيخ إبراهيم. شكرا شكرا لسماء أثيرة، ميلاد علي، رحمن الدوار، مهيار الدرويش، جمال العلي، راكيب، أحمد قطار، عبد الحليم، داوود، يا أخوات، وما ما لقيت من ألم الهوى قرب الحبيب، وما إلي وصول كالعيس في البيداء، كالعيس في البيداء يقتل الظمأ والماء فوق انوار محمول. أنا أرضى فيغضب قاتلي، أرضى فيغضب قاتلي، أرضى فيغضب قاتلي، فتعجبوا يرضى القتيل، يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. طيب أستاذ مجيد، أسيدي راح نترك نعم مجال للأغنية الأخيرة إحنا، تمام، باعتبار هلا اشتغلنا هي المقام على طلب الشباب اللي مش دي صوت معروفه رائع مقام دشت، جدا هذا مقام وصوت جميل جدا. أي. مقام عراقي، و طبعا احنا استقيناه من العراق، ولكن هو اصول هذا المقام ايرانيه يعني.
نعم رائع. نعم جميل. تحبون تسمعون شيء ثاني ولا ندردش؟ والله احنا ما زال عندنا الحق في اغنيه بعدها، وان شاء الله وما زلنا بندردش شوي، ما زلنا ندردش شويه مع بعضنا. تمام. وتحيه لاحمد، شكرا يا احمد. الا تدري اي ايها الساقي، لحظه فقط نرجع لك يا احمد. الا تدري ايها الساقي رحيقا. اها فنان الغالي ابو عبد الرحمن، شكرا ابو. مع هو تحياتي. الوحيد الذي يستطيع أن يؤدي كل الأطوار العراقية بدون تكلف. الله الله. إيه طبعا. شكرا لكم، شكرا شكرا قهر، شكرا جميل جدا جدا جدا، ولك جزيل الشكر. الحمد لله أنك لبيت له الطلب يا سيدي الكريم، شكرا. قل لي معا، يعني حاليا حبيبي حاليا نعرف الالوان الغنائيه اللي صايره، وكلهم يعني مع اللون الزوري، اللون الشعبي، اللون كذا، اللون كذا، الوان الفن. اين تجد نفسك؟ في اي لون يجد نفسه معهد الحسن بالالوان اللي موجوده والمنتشره كلها هذه؟ طبعا أنا أغني هاي الألوان، أغنيها بالحفلات لأنه غني الناس تحب جولاقي صح؟ تهيص. جولاقي طبعا هي تشولاقي، هو اي الأساس الزوري هو اسمه تشولاقي، ولكن مع تقادم الزمن صارت سرعة الإيقاع زيادة فصار اسمه الزوري، اها شوف ولكن انا هو الأساس للزوري هو تشولاقية. تشولاقية هي دبكة شعبية أساسها مدينة دير الزور. نعم تمام صديقي، هي موروث شعبي لأهل دير الزور، فانتشرت بمنطقة الجزيرة السورية وبعدين شوي شوي انتشرت بكل سوريا، صار اسمها الزوري. الناس ما عاد تسميها تشولاقي، صار اسمها الزوري. هذا الأساس. الزوري كما بغنيه ولكن أرى. بحفلات الأعراس، حتى الناس تهيص، حتى الناس تدبك، حتى الناس ترقص. ولكن أنا مو حلمي أكون فنان زوري أو مطرب زوري. أنا تلمذت بالموسيقى على الأصالة، على الأغاني الأصيلة. أذني تعبت بأغاني ناظم الغزالي، تعبت بأغاني أم كلثوم، تعبت بأغاني الوديع الصافي، تعبت بأغاني كبار الفنانين بالوطن العربي. فموضوع الزوري هذا احنا ممكن نغنيه بوقت معين في حالة معينة، أما أنه أنا فنان أكون اسمي وعنواني مطرب زوري فلا، صراحة ما يناسبني هذا الأمر. نعم هذا محمود بالنسبة الأحمد للزوري. تعالوا. شكرا شكرا محمود الأحمد. محمد أمين، تعرف شو شنو قال لك محمد أمين؟ شنو قال لك؟ حتى مجيد صار يعرف الجولاقية. طبعا نعرف الأنماط كلها، أنا طبعا ممكن الأستاذ كل مجيد، اليوم طبعا أعرف، أنا أعرف الناس اللي موجودين معنا على البث كلهم أحبائنا. على الأستاذ البث. مجيد إعلامي مخضرم وعنده ثقافة واسعة بمجال الفن، والرجل يعني مثل ما عنا بيقولوا نزيدو أم عنا الفنانين دراية. كبار الفنانين، كبار عايش الفنانين عايش يعني يطلبوا لقاء أو حوار مع الأستاذ مجيد، وأنا شرفني على رأس، شرف على كبير رأس، إلي إني أطلع مع الأستاذ مجيد حداد يعني على إذاعة على رأس الله، تونس وأنا لي الشرف مخضرمة دائما. أهل تونس أنت صديق، الطيبين أنت صديق الباقين. لي، ضيفنا ضيفنا يا صديقي حبيب الغالي معهد الحسن. شكرا حبيب لي، وتحكي بأصلك الكبير علي البرهوش. تسلم. أنا من تونس، أهلا وسهلا. أنتم الليلة سوريا، تونس، الدول اللي كل حولنا ساري. شكرا ليك أحمد محمد. إيه معك. هلا عندنا 3 أسئلة وبعدها نسمع ونحيي الجميع تمام بعدها. بمن تمام تأثر معهد الحسن؟ من من الفنانين تأثرت به تأثر كبير كبير كبير؟ أكثر من فنان، ولكن كان التأثر الأكبر هو بالقيصر كاظم كاظم الساهر. الساهر. كاظم الساهر عملاق. زي فنان كبير طبعا، ومدرسة طبعا انسحب طبعا عبارة مدرسة أنا عبارة. راح أتكلم يعني شيء بحق القيصر. كاظم الساهر مو بس صوت وإمكانيات وإحساس، لا، عبقرية، في عبقرية بالعمل. الموسيقى اللي بيشتغلها كاظم والألحان اللي بيشتغلها كاظم أبدا ما صارت حالة
يعني نقلة نوعية بالموسيقى العربية عمل كاظم الساهر، مع كامل احترامي كل كبار الفنانين القديمين بالزمن القديم، الزمن الذهبي، الزمن الجميل، وهذا الزمن اللي احنا موجودين فيه. كاظم الساهر عمل نقلة نوعية بالفن العربي، اشتغل الموسيقى العربية بأوركسترا فظيعة جدا. نعم يعني انا هذا هو. لما اتابع كاظم الساهر ما اتابع كمثل الناس اللي بتسمع كاظم الساهر، لا، انا اتابع كل جملة لحنية بيقولها كاظم، كل كاظم. اعطينا موال كاظم، مباشره مباشره موال كاظم استاذ. موال كاظم، اعطينا ابيات الصوله. انا من شوي غنيت موال كاظم على الكورد قبل اغنيه تريد روح تنسانا. كان الموال شو اسمه، غنيناه من شوي من اول البوم للاستاذ كاظم الساهر اللي هو البوم مش بيات. إيه، تحب كاظم ولا سعدون؟ كما شئت، كاظم او سعدون؟ لا لا، كاظم الساهر. كاظم الساهر، كاظم، خليني معك. اوكي سيدي، حاضر حاضر. والله وائل مبدع، عنده ضربات حلوه. ولا تشنك يا ساهر فوق الرماح، معلق خلصت عمرك بالاسفار، ومدامك يا ساهر فوق الرماح ما عندك حبيبة ولا لك دار، شان الفرح عندي طير محبوس، لقى فرصة تعلق بالسما وطار، شي فينك لو تجر كل المواويل، شي فينك لو تردد كل الأشعار، شي فيد تمر نهر بولا مهجورة، شي فيد تمر نهر بولا مهجورة، ولك كافي يا ساهر تضل مثل الأرض يومي لك دورة. ايوه حبيبي مجيدو، حلو والله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلم صوتك. والاول مره ان نطولوا انترفيو، مقابله، ونوصلوا لهذا التوقيت. طبعا اول مره هذه، استثناء يا معاد، استثناء. وطلبي الوحيد طبعا مع اصدقائنا يعملوا مشاركه للبث حتى يوصل اكبر عدد، يوصل للناس الكل، مشاركه للبث ولايك للصفحة، إعجاب للصفحة، فيها بأس من عندكم، هو دعم وأكيد كل يتابع صفحة الأستاذ مجيد. أحبابنا اللي موجودين معنا، الكل يتابع صفحة الأستاذ مجيد. شكراً أميرة، شكراً وعبيد، شكراً شكراً للناس الكل. أنا خلي الكلمة المعاد لجمهورك، الناسك، الأحبائك، لكل الأصدقاء، كلمة لك. تحياتي حبايبي وكل متابعينا اللي الآن موجودين معنا واللي راح يشوفونا، وكل محبينا وكل أهلنا الطيبين، تحياتي لكم. إن شاء الله قريبا راح نصدر أعمال جديدة، راح تشوف الضوء وتشوف النور قريبا بإذن الله تعالى. انتظروا مني كل شيء حلو، كل شيء جميل يسركم، وأنا الخاص مفتوح عندي. ذاك اليوم صار مشكلة بيني وبين الأستاذ مجيد، إن شاء الله الموضوع خلص. قلت له افتح الخاص، افتح للناس، افتح، خليكم على العالم. عادي، خاص موجود،
لكل استشاراتكم وكل نصائحكم نتقبلها، وكل المحبين حبايبنا وأصدقائنا وأخوتنا، تحياتي لكم، تحياتي كل السوريين وكل العرب وكل اللي يتابعونا من كل بقاع الأرض، بقاع الأرض. وحبيبي علي الشيخ الغالي، تحياتي لك والأهل يا والقوم. علي لك من أروع الأصدقاء، وشكرا لك. ما نحبش نستثني، لكن علي محبته كبيرة وكل الأصدقاء اللي بيحبوه تحياتي، طبعا ضيفنا وأوجه وكل تحية خاصة لكل شعب تونس الحبيبة، تونس عايشك. بارك الخضراء، الله فيك، تونس الأصالة، تونس الرقي، كثر خير. تونس هاي البلد اللي يعني احنا كل العرب لا نحسدها، ولكن في غبطة انه لازم تكون كل البلاد العربية زي تونس. حلو، انت غبطة عندي برشا ما سمعتهاش. الله ينورك، ايه شكرا معك، شكرا لاخوك لؤي، شكرا حبيبي، للعائله، شكرا للناس، شكرا للوائل يعطيه الصحه الليله، ابدع بعزفه وبحضوره، تحياتنا ليه، ان شاء الله ديما منور، وتحياتي يا وائل، وشكرا يا وائل، ومنورين ان شاء الله، وتظلوا بالف خير وصحه أنا وسلامه. أسمع، لكن بدي أحكي. شكرا. تحياتي لك أستاذ مجيد، شكرا على البث الجميل هذا، وطبعا يشرفني وجودي معكم ومع الأستاذ عايش، معد. شكرا، نورتنا تحياتي الحقيقة، للجميع الحضور، عايش. وتحية خاصة لو تسمحوا لي طبعا لحبيبة قلبي أم خالد، تحياتنا ليها، شكرا وتحياتي لكم، للجمهور جميع. شكرا، يعيشك، الله ينورك، شكرا، حبيب تحية لكم، حبيب، هذا طبعا لقاءنا تحية مباشرة لك، الليلة مع النجم السوري معاد الحسن، شكرا على تلبية الدعوة، نلتقي حبيبي إن شاء الله قريبا بإذن الله حبيبي، بجديد بالأخبار الحصرية، وشارك البث، وأهلا وسهلا بك، وتحية لسوريا من خلالك يا معاد. شكرا يا معاد، حبايب نورتني الليلة، حياتيكم، شكرا، على ألف خير، حبيبي، باي تحية باي، لك، باي باي معاد، هلا هلا باي باي حبيبي، باي. بأمان الله، بأمان الله.